أحبابي الأعزاء، من قناة أحباب رسول كائن مسموع، موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات قصة كل ليلة. وقصة اليوم بعنوان قالوا عن القرآن. ليتني كنت اقتصرت على القرآن، سفيان الثوري، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، ابن تيمية. والله لا تبلغ ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله، فمن أحب القرآن فقد أحب الله. أفقهوا ما يقال لكم. سفيان ابن عيينة. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن. أبو أمامة الباهلي. إذا أردتم العلم فانثروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. ابن مسعود. إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله، وكثر خيره، وحضرته الملائكة، وخرجت منه الشياطين. وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله، وقل خيره، وخرجت منه الملائكة، وحضرته الشياطين. أبو هريرة. ومما رفعني الله به القرآن الأعمش. والله ما دون القرآن من غنى ولا بعده من فاقة فقر. الحسن. ما زاد حزبي من القرآن زارت البرقة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي 10 أجزاء. أحد السلف. أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. الضياء. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. الحسن بن علي. لو طهرت القلوب قراءة القرآن. عثمان بن عفان. ولا تهذوا القرآن هذ الشعر، ولا تنثروه نثر النقل، قفوا عند عجائبه وحركوا القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ابن مسعود. قال رجل لأبي كعب: أوصني. قال: اتخذ كتاب الله إماما، وارض به قاضيا وحكما، فإنه الذي استخلف فيكم رسولكم، شفيع مطاع وشاهد لا يتهم، فيه ذكركم وذكر من قبلكم، وحكم ما بينكم، وخبركم وخبر ما بعدكم. عليكم القرآن، فإنه فهم العقل ونور الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب عهدا. كعب الأحبار. والسابقون السابقون هم أهل القرآن. كعب الأحبار. من الأنس بالله قال: العلم والقرآن. ذو النون. تفقدوا الحلاوة في 3: في الصلاة، وفي القرآن، وفي الذكر. فإن وجدتموها فامضوا وابشروا، وأبشروا فإن لم تجدوها فاعلم أن بابك مغلق. الحسن البصري. وأعمروا به قلوبكم، وأعمروا به بيوتكم، يعني القرآن. قتادة. إن هذه القلوب أوعية، فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره. ابن مسعود. وعليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم، فإنكم تعلون وبه تجزون، وكفى به واعظا لمن عقل. عبد الله بن عمر. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن. ابن القيم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أحبابي الأعزاء، من قناة أحباب رسول كائن مسموع، موعدنا اليوم مع حلقة جديدة من حلقات قصة كل ليلة. وقصة اليوم بعنوان قالوا عن القرآن. ليتني كنت اقتصرت على القرآن. سفيان الثوري. وندمت على تضييع أكثر